هنا. السلام عليكم. هنا قطعتي شويه حيت بزاف تبارك الله صورنا بزاف المقاطع، كانت زوينه، مناظر زوينه، الجبال ما شاء الله ضخمه زعما سبحان الله. شي مره السحاب كيبان، كيبان الخيال ديالو، كيبان البحر، الصحراء، زعما منظر رائع سبحان الله. وهاد المرة كان كل شي باين، واخا راه بعيد وهاد شي راه كبير تبارك الله وطويل، ولكن احنا بدينا كننزلو دابا. غنشارك معكم حتى النزول. قطعت شي حوايج الفوق اللي كانوا كيبانوا غير زعما حوايج عاديين، ولكن بغيتكم تشوفوا مصر من الاول ديالها. اذا شاركت معكم هاد الفيديو، هاد المقطع الاخير تحت النزول ان شاء الله. ها هو غادي وكينزل بشويه بشويه، كتبدا الحركه، كيبدا يتزعزع واحد شويه. هانتوما غتشوفوا شرم الشيخ و من البدايه ديالها. كان الناس كيهضروا بزاف، وداكشي داكشي علاش حيت هاد حيت الصوت الحقيقي للفيديو، ولكن راه زوين. هو من اللي قائد الطائره كيبقى يهضر كيقول لك احنا قربنا ننزلوا، شحال السرعه ديال الطياره، بشحال غدا الهواء، بشحال شحال الساعه، الفرق زعما امتى غادي ننزلوا، شحال من العلو تاع الطياره غادي وكيهبط، زعما معلومات مهمه. هاد الطياره جينا فيها ما فيهاش الشاشه، ولكن كان قائد الطياره ربان الطائره هو اللي كيهضر كيقول لنا كل شيء. شي مره كيضحكنا كيقول شي حاجه كيبقاو الناس كيتعجبوا في الاول كاع، كيقول لنا غندورو غنمشيو غندوزو على ماستريخت، غندوزو على ايندهوفن، غندورو على الليمن. كان فيه الضحك. المهم ها حنايا هابطين هابطين، غنبقى معكم حتى نهبطوا من السماء الفوق حتى نوصلوا الارض بفضل الله بالسلام الحمد لله. اذا الواحد راه في يد الله، واخا دائما الواحد راه في يد الله، ولكن في الطائره بزاف. انا كنعرف شي ناس عمرهم ما ركبوا في الطياره، كيخافوا، عندهم خوف من الطياره من العلو، ولكن زعما راه الله سبحانه وتعالى لا قدر عليك شي حاجه، لا قدر عليك في الارض، يقدرها عليك في اي بلاصه.
إذا نحن دائما في يد الله سبحانه وتعالى، لا راكبين ولا ناسين ولا في أي. والحمد لله احنا بقاو تواني وغادي يمس الأرض صافي. كينزل دابا الرويد، كتحسي بالرويد ملي كينز كيهودهم، الصوت كيبدا كيتجهد مزيان، السرعة كتقل، اوكي كاين سبحان الله اللي ما كتحسيش بهذيك النزله، ما كتعرفيش امتى مس الارض. وكاين اللي كيبقى يتزعزع بزاف، كتبقاي تهزي وكتحطي، ولكن هذا سبحان الله ما حسيناش بالنزول والو، ما حسيناش امتى حط الرويد على الارض، واحنا نزلنا بسلامه. ها مطار شرم الشيخ مصر، ندخلوا مصر آمنين. وإحنا دخلنا ودخلناكم معنا والحمد لله الجو كان زوين. خرجنا من المطار لقينا الخيط كيتسنى، وزعما كل واحد بالبلاصة فين غادي يمشي ليها. الجو زوين، جينا من 9 10 درجات، لقينا هنا 25 درجة فوق الصفر. الجو زوين مشمس، اذان العصر كيأذن زعما زوين. نركبنا في الحافلة ديالنا، هادوك بحال كتشوفوه راهما يا في الصورة. احنا شي 16 شخص جينا في الطيارة، غاديين لوط نفس الوطيل، من نفس الطيارة نفس الوطيل. الكيدز كيهضر ولكن كاين صداع، وصداع ديال الشرجم مع حالة الشرجم، غادي يجي الصداع بزاف، داكشي علاش حيدت الصوت الاصلي. اما هو هضر على نقط مهمة بزاف، ما غاداش نقدر ما عقلش عليهم، ما غاداش نذكرهم لكم دابا كاملين. قال لينا على كاين واحد الشجره سميت على عيسى ابن مريم، كاين الجزر على البحر الاحمر باش كيتصع على مصر، راه عندها جوج ديانات، كاين المسلمين نصها مسيحي ونصها مسلم، داكشي باش كتشوفوا الكنائس، كاينين الجوامع زعما ديانات بجوج ومتسامحين وكيعيشين مع بعضياتهم في سلم وامان. هضر لينا على ما قلت لكم ما غاداش نعقل نذكر لكم كل شيء. المهم كان تاني تلقينا مع المؤتمر ديال السيسي، كان 3 ايام. هاد النهار هو الاخر، احنا غندوزو غتشوفوا البوليس الحراسة اليوم، قال لك الامن بزاف. كان مؤتمر عالمي في ديال شرم الشيخ، انتم كتشوفوا داكشي علاش البوليس بزاف. انا عجبني زعما الجو، كاين النقاء، لكن زعما نيت هاد حيت هاد المكان سياحي شرم الشيخ، هاد المنطقه كلها سياحيه، كاين غير الوطيلات. وبالعكس انا ان شاء الله بغيت ندير شي رحله، بغيت نمشي لمصر، ندخل ندير شي شوف مصر الحقيقيه بحال هادوك اش كيقولوا الدروبه الحارات، ونشوف اما هنايا ما تلقناش، ما كاينش اكثريه مصريين، قلال ما عدا اللي خدامين، اما كلشي دول كامل اكثريه اوكرانيا، ما عدا الحافله اللي قلت لكم بها كبيره نزلت فاش دخلنا، راها كانت شينوا ودول اخرين. اما اللي كانوا معنا راه 80% في الوطيل من اوكرانيا، اوكرانيين او روسيين هما اللي كاينين بزاف. هانتوما دوزنا على هاد كي كاين هاد المؤتمر، وحنايا هالوطيل ديالنا اكسبيرينس دريز ريسورت،
احنا وصلنا بخير وعلى خير. هذا هو الخيط اللي كان ديالنا. كيشرح اي سؤال بغيتي تسوليه كتسوليه. المهم الجو رائع، ماشي سخون ما بارد. قلت لكم تقريبا 25 درجه بحال اليوم، حتى اليوم الجو زوين. الشمس والطبيعه والهواء النقي. ها احنا وصلنا بفضل الله. انا كنحاول ننزل صافي. ها هو نزلنا كياخذوا الحقائب. كنتسنى تيهبطوهم ويديروا فيهم السميات وكيقول لك دخلوا نتوما، كتسمد لهم باسبور واجراءات وهما كيتكلفوا بالحقائب كيوصلوهم لك الغرفه كيستقبلوك. والسلام عليكم.